في قلب المدينة القديمة لعنابة يتواجد محل السيدة حورية المختص في إعداد وبيع الكسرة ومختلف الحلويات التقليدية. أنا أنيد حورية، جيت من سيدي عيش وليت بجاية، بديت بطابونة واحدة وخمسة كيلو سميد تاعي تاع الدار، قلت ان نجرب ومن بعد نخدم الخسيس البراج الغرايف المطلوع خبز كوش هادو ما كل نخدمهم مره الاولى. هذا المحل الصغير اضحى قبلة الكثير ويوميا يأمه اقبال غفير. الحاجة إنسانة معروفة بنت بلاد كما قولوا إحنا، وكليون قديمة أنا عندها ملي حلت نجيو نشيو من عندها، ميم حتى زيت زيتون أنا راح ندي درك تما ما شاء الله، حاجة حرة يدها كما يقولوا بنينة ما شاء الله. والخدمة تاعها صافية وكلي كليت منها، عندي لاتونسيون تاعها يديرها سبيسيال ما فيهاش الملح وكلش، وتعطيني بيقول هذا شعير هذا قمح هذا مايس، ومساعدتنا امراه نظيفه بنت حومه، حانوتها نظيف ماكلتها نظيفه هي نظيفه في حد ذاتها. انا كنت ناكلها من قبل في الدار كانت تديرها ماما، ودركا كي لقيتها هنايا واجده لقيتها طيب مني حلت، واحنا نشرو كانوا عندها في كسات الشعير. علاه الشعير بالذات؟ باسكو الشعير مفيد خير من سميد العادي. لان اول الغيث قطره، فهكذا تخطط لتوسيع الفكره. انا كي بديت بطابونه واحده، ودور كان الله يبارك بربع طابونات، ونتمنى نزيد نولي بعشرة طابونات بربي إن شاء الله، لكن لقيت هكا واحد يعاوني وكلش نكبر المشروع، نزيد نكبر أكثر من هكا، وحب نعلمه البنات اللي جايين. هكذا هي يوميات السيدة حورية، دوما مع العمل دون كلل أو ملل، بسلاح وحيد هو الأمل، فكانت بالفعل امرأة بألف رجل.